هذه كلمة تقولها لي عادية. عسلامة. مرحبا بيك. مرحبا. عسلامة. عسلامة. كان نقول لك أصف أمك في كلمة. أقوى امرأة في العالم. كل شيء. حاجة عظيمة ياسر. أهم عبد في حياتك هي الدنيا. سولي شمس. حياتي. قلبي ثاني. يونيفير ما عندوش ليميت. الدنيا الكل. عطينا في البوكس هذاك كادو احنا في تقديرنا نراوه انه احسن كادو تنجم تهديه لامك. نجم يكون تليفون. كانت في اوتيل. بوياج. تابلت. ابسوليومون. وي نحبك. اقوى كلمه معناها. حاجة بالحق تخرج من القلب وتمشي للقلب. كلمة نحبك شوية فيها. هذه كن نحبك الوحيدة ما تنجمش نفرق فيها في حياتي. Traditionnellement, vu le culture interne, on n'est pas في البارتاج ايموسيونيل اكسبرسيف. اكسبيريونس نحب نعيشوها معك توا انك تطلب امك تقول لها نحبك من غير حتى سبب. كلمتك ماماتي باش نقول لك لينا نحبك برشا. شنو الحب؟ حبيت اقول لك ان انا بحبك فجاه كده فجاه انت عيانه الله العظيم كم اي حبني يا حبيت نحبك اي بعد شكرا جزيلا صعب الحب جاك الالهام انا نعرف كرار راح نعم كرار هذا او يا وليدي هذه كلمة تقولها لي عندي شك أنا في هذا عايشة أمي مالك كي يا عاد على تبكي على تبكي حتى أنت ولا نحبك روحي والله من غير ما تكون وراك حياتي وراك كل شيء عندي خاطر ما لازمهاش تكون صعيبة معناها الكلمة معناتها كلمة أوسي سامبل كو سا ما لازمهاش تكون صعيبة معناها عايش بنتي يا ربي حتى أنا نحبك وعليا الكل انا والله الكل